حنطة ذو نقاوة عالية، تم حصادها وتسليمها لمخازن وزارة التجارة. محصول 400 دونم من حقول مزارع خيرات أبي الفضل العباس عليه السلام. الهدف من إنشائها زيادة المنتوج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. استثمار الأراضي الصحراوية وتشغيل أكبر عدد من الأيادي العاملة والمختصة بالمجال الزراعي. الاعتماد على المياه الجوفية للسقي وبأحدث طرق للري. إدامة الأرض بتطبيق برنامج زراعي متكامل وباستخدام أسمدة ومبيدات إحيائية وفرتها شركة خير الجود. ويستمر عطاء العتبة العباسية المقدسة في تحقيق الأمن الغذائي.